السوق، والله إلا كيقول لك ادخل مع السوق، سير ادخل مع السوق. السوق من السواق هادشي اللي تعرف الناس اللي هادوك العاودة ادخل مع السوق. عطيك تفضل اخويا. تفضل الاسم ديالك اخويا. حقيقة حسين، منخرط في جمعية الاتفاق بائع الخضر والفواكه في التحسين. اشنو المشكل ديالكم اخويا اليوم؟ علاش كتحتاجوا؟ هو هاد الناس هادو كانوا قدموا لنا واحد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحنا كمنخرطين في هاد الجمعية، ملي قدموا لنا المبادرة ديال الكرارز ديال العربات، انخرطنا معاهم وسرنا معاهم في ديك المنهجية ديالهم. شويه كنتفاجئوا بان ديك داكشي ديال المبادره الوطنيه ما بقاش، تحول لسوق نموذجي لهاد السوق ديال المبادره الوطنيه. دابا هاد الجمعيه ديالنا حنا 7 سنوات هادي، وهاد السوق هذا كمل ب4 سنين باش تم التهيئ ديالو، يعني صافي خاص غير الناس يدخلوا ليه. يعني دفعتوا اوراقكم باش تاخذوا؟ دفعنا الاوراق، عطاونا الوثائق ديالنا، كلشي من ضابطين، ما كنديروا لا مشاكل لا صداع. القيد والمخازنيه والسلطه المحليه يعني قالوا لنا هبطوا الله في راي، التزموا معنا تنقادوا المسائل ديالكم ونعطيهم لكم. دخلنا لتماك لا في راي، جيت مولين الدجاج والو، ما كاين لا تجاره لا بيع وشراء لا والو، لدرجه السلعه كتاكل فيها غير الطوبه تماك. تقهرنا مدة ديال شي 5 سنوات هادي وما يزيد عليها، وحنا هابطين لتماك. يعني كتسناو السوق يتحل؟ كنتسناو السوق يتفتح. وعلاش ما تفتحش هاد السوق؟ شنو السبب؟ ملي كنبغيو نقول لهم ودي راه السوق باينة ندخلوا ليه وكذا، كيقول لك هاد الشهر، هاد الشهر راس العام، راس العام ديال 2020، راس العام ديال 2021، شهر 6، شهر 5، شهر 4 طبنا. باش يعني السوق في اتم الجاهزيه ديالو. ما خصو حتى حاجه، خصو غير يتفتحوا ليه البيبان ويدار ليه الافتتاح ديالو ويدخلوا ليه الناس المحلات ديالهم. طبنا. عيينا لدرجة صافي بنادم تقاد لي الجهد، كاين اللي تسلف الفلوس، كاين اللي باع ديالو، كاين اللي باع شي حوايج كاع عزاز عليه وكمل بيهم، لدرجة ما تلينا نصيبو ما نصرفو، يعني خرجنا للشارع، خرجنا كنبيعو ونشريو في الشارع، يعني راه صافي بنادم، راه بالنسبة لي أنا كاري ب 1100 درهم وعندي جوج وليدات كيقراو وخاصهم الأكل ديالهم والشرب ديالهم، شحال خاصك في الشهر؟ على الأقل بغيت تقتاز خاصك واحد 4000 درهم. ما بين الكرا والمصاريف والضو والماء، زيادة على المرض، زيادة على الإنسان اللي كيعاني من شي مرض. تقهرنا خرجنا للشارع، كتلقات كتجيب ديك 100 درهم، مرة 3000، مرة 2600، المهم كتقاتل مع الوقت. كيجيو يديو لنا الكراسي، يديو لنا الموازن إلى آخره، يزيروا علينا، تيقولوا لنا سيروا دخلوا لذاك السوق، وهذاك السوق ما فيه حتى شي حاجة، ما فيه لا بيع وشراء لا والو، لدرجة كتجيب واحد 2000 درهم ديال السلعة، ما كتسقطش منها حتى 6000. 300 درهم في النهار، وكيقعد داكشي كيخمج لك، وكاينه فيه الطوبه، وكاينين فيه الشفاره، بالليل كيدخلوا ليه الشمكاره كيخونوا منه، يعني ما كاينش ظروف ديال الاشتغال، وكاين فيه الشفاره ديال البزاطم، للناس ما بقاوش كيقدوا يدخلوا تماك، وحنا السلعه ديالنا كتضيع، ودابا كنتفاجئوا بان السلطه منعت كليا الشارع. حنا بغينا نعرفوا المصير ديالنا فين غادي نمشيو، واش نشردوا دوك الوليدات؟ واش عندنا جوج وليدات؟ كاين اللي عنده جوج وليدات، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي عنده، كاين اللي مريض، كاين معنا اللي مريض، قاعد الفراش صافي ما تلا كيخدم ما والو، كاين معنا ناس دابا عندهم السكر، كاين اللي عنده الضيقة، كاين اللي عنده الدواء، كاين اللي عنده الكرا. شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هو يفتحوا لنا السوق هذا. يعني بغيتوا تخدموا؟ حنا راه تقهرنا، وحنا دابا كاع نخرجوا للشارع، راه كنتحاكوا مع القيد والمخازنية وأعوان السلطة. راه شحال من واحد كيديو لي الكروسة ديالو والعربة ديالو، أشنو غادي نديرو؟ قول لنا حنا المصير ديالكم أشنو غادي نديرو؟ واش غادي تفتحوا لنا داك السوق نعيشوا العيش الكريم ديالنا؟ واش ما كاينش هاد السوق؟ خرجوا لنا بشي قرار، راه حنا ما عندناش فين نعيشوا اصلا. دابا حنا ولينا تالفين، كنخرجوا من الدار من الصباح، من 8 الصباح حتى ل 10 الليل، ما تليناش عارفين روسنا فين غاديين. راه ما كاين اللي ما عنده ما يصرف، كاين اللي ما تلاش كيخلي لولادو الدقيق كاع والسكر والزيت واتاي، راه والو والله ما بقى عندنا ما نصرفوا، ورمضان ها هو جاي، بقات لي ديك 10 ايام منين غادي نجيبوا باش نعيشوا حنا؟ واش غادي نخرجوا للزنقه نسعاو؟ راه حاجه باش غادي ترضاو لنا هادشي. وحنا كنعرفوا على السلطه بان ناس مزيانين وناس معقولين، اي وكيخدموا البلاد ودرتوا مشاريع ونقيتوا البلاد والحمد لله، وين المصير ديالنا حنا كباعة متجولين؟ حنا كنساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، راه ماشي حنا كنطالبوا شي حاجه، كنطالبوا واحد الحاجه اللي عطاها لنا جلاله الملك نصره الله، الله ينصرو، الله يزيد في عمره، الله يزيد في عمره. حنا راه كنحبوا الملك ديالنا، وغادين في المنهجيه ديال الملك وديال السلطه، وحنا تحت السلطه،
وعاش الملك. حنا كنطالبوا ما كنطالبوا بوالو، حنا كنطالبوا بالافتتاح ديال هاد السوق، يفتحوا لينا. وانا من راسي انا كنهضر على راسي، انا ندي لهم هذيك الكروسه حتى العماله ولا حتى البلديه يحرقوها ولا منهم ليها. انا نسني التزام، الا لقاوني برا يعطيوني الحبس، يعطيوني هاد البلاصه الله يجازيكم بخير. انا راه ما يمكنش باش غادي نضيعوا حج دراري نشردهم، راه حاليا دابا مول الكرا تيقول لي الكرا ديالي، منين غنجيب لي الكرا ديالو؟ وانا كنهضر على راسي، انا مريض، ما كاينش اللي ما كيعرفنيش في اعوان السلطه، عندي الفقرات، عندي العمود الفقري محلول، ما كنقدش نجري مع القايد والمخازنيه، يعني انا دوزت واحد 23 عام في الحرفه. خاصني واحد البلاصه فين نستقر الله يجازيكم بخير، لا اله الا الله. او شكرا والله يجازيك بخير سياده العميل، عجل لنا باب افتتاح السوق، راه حنا تقهرنا، راه صافي، راه الموس وصل العظم، راه كيحزحز في العظم بغى يقطعو حتى هو، لا اله الا الله. وعاش الملك. اسم ديالي حفيظ العطار، انا منخرط، انا منخرط في هذه الجمعيه هذه مده ديال 7 سنين، وانا كنخدم في الشارع. ودابا الشارع اخويا دابا راك عارف، دابا الشارع هي فيه المشاكل، فيه كما قال لك الزميل ديالي قبيله، دابا تضحك مع القائد وتبقى تجري مع السلطات، تبقى تجري مع السلطات وتبقى تجري في الشارع. وحنا ان شاء الله كنطالبوا انا بحال اللي كما الزميل ديالي كما قال لي كنطالبوا بهذا السوق هذه تحل لنا ان شاء الله. علاش ما تحلش؟ والله ما كيقولوا لك، كيقولوا لنا كما قال لك الصديق ديالي 2020 2022 ديما تيقولوا لنا غيتحل، هو السوق موجود، يعني موجود اي عطاونا الوثائق ديالنا باش غندخلوا تما نشدوا البيز ديالنا، ولكن مازال ما داروا معنا حتى شي حل. باقي انت كتشوف دابا السوق هو مسدود، دابا مازال ما كاين حتى شي حل، وحنا دابا غير جالسين بغينا نخدموا كما قال لك الصديق ديالي. حنا حنا عندنا وليدات وعندنا مشاكل وبغينا نخدموا، بغينا ندخلوا ان شاء الله هنا نرتاحوا، هادشي اللي كنطلبوه، فرحانين باش ندخلوا ان شاء الله، وهادشي اللي كنطالبوا اخويا. دابا حنا دابا غير جالسين، دابا حاليا دابا ما جالسين، باش كنديروا؟ ما كنديروا والو، بغينا هو دابا اش غادي دير؟ غتمشي دابا للشارع، الشارع هو دابا قال لك ممنوع، هما دابا حاليا دابا كيقول لك الشارع ممنوع، وحنا ان شاء الله بغينا هاد السوق ان شاء الله في اقرب وقت ممكن يتحل ان شاء الله. هادشي اللي كنطالبوا، حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطالبوا بهذا السوق، هذه المبادرة عطاها لنا سيدنا الله ينصرو، بغينا إن شاء الله يتحل هذا السوق في أقرب وقت ممكن، وكنطالبوا من سيادة العامل يشوف فينا الله يرحم والدينا، يشوف هاد الناس كاملين ويدير على وجه الله يرحمك ويدير على وجه الله سبحانه وتعالى ويجي يفتح لنا هذا السوق، الله يرحم والدينا، الله يجزيك بخير. هذا الشيء كنطالبوا، ما كنطالبوا حتى شي حاجة، كنطالبوا غير السوق يتحل، هذا السوق ديال هاد الدراويش كاملين، هادو ديالهم كاملين، هاد الدراويش كيف كتشوف فيهم دابا ديالهم، هاد السوق هذا حقهم، خصو يتحل إن شاء الله أقرب وقت ممكن. والله ينصر سيدنا، وهذا الشيء اللي كنطالبوا، ما كنطالبوش بشي حاجه، غير السوق يتحل، والله ينصر سيدنا، وعيش الملك، عيش الملك. السلام عليكم، كما هضروا هاد الزملاء ديالي، حتى انا غادي نكمل على هاد الملاحظات ديال هاد الدراري هادو. حتى انا واحد منهم، حتى انا مخرط مع هاد الدراري هادو، هاد الناس هادو كاينين معنا، الناس الكبار شحال هادي ما استفدوا من هاد الاسواق اللي فاتوا، وهاد الدراري ولاد هاد البلاد هادي، ديال مدينة زكان. وهاد الدراري هادو كلهم اسيدي ما مستفد فيهم حتى واحد. هاد السوق هذا راه تعطل كما قال الصديق ديالي، 7 سنين هادي باش عطاونا هاد الوراق هادو، و 4 سنين باش تفينا هاد السوق هذا. حنا كنطلبوا من هاد العامل ديال مدينه زكان يجي، ما باقيش يعطل لنا هاد السوق هذا، راه كيعرف بان هو البلاد كلها هي دابا كنحسوا بها كتنقى. حنا هاد البلاد هادي مع سيدنا الله ينصرو، مع هاد البلاد هادي اللي كتنقى، ولكن هاد الناس هادو راه كما قلت راه ما مستفدين من حتى حاجه. وكما قال داك الصديق ديالي الاولاني والثاني، بان هذيك البلاصه فاش كنا فاش كنبيعوا نشرو حاليا راه ما فيهاش الا هاد البياع وشراء، هما اللي كيتجمعوا من الصباح حتى العشيه، هما اللي كيكونوا فيها. الناس ما كيقدروش يدخلوا لديك البلاصه على هادشي اللي قال هاد الزميل ديالي. هذاك السوق ما هو ديال بنادم اللي غادي يدخل ليه، وحنا كنطلبوا من هاد العامل ديال هاد المدينه زكان، ومن القائد ديال مدينه زكان، ومن الرئيس ديال مدينه زكان، يشوف من حالنا ويشوف من حال هاد الناس هادو، راه عياو هاد الناس هادو، عينا معاهم. كيما قلنا راه ما استفدنا في حتى حاجه، هاد الدراري كلهم اللي مجموعين هنا مده زمان هادو في هاد السوق، هما ولاد بلادي وكنعرفهم حتى بواحد، راه حتى واحد فيهم ما مستفد من اي سوق في هاد المدينه هادي، راه من صغرهم وهما في هاد الحاله، راه طابوا الناس، كاينين معنا الناس هنا اللي هما كبار في العمر ديالهم. انت كتشوف هاد الناس هادو راه ما كاين فيهم شي واحد اللي مستفد منذ زمان هذا، حاليا لدابا. حنا كنطلبوا من سعادة العام الله ينصر سيدنا
اجلنا هذا العمل هذا، ما بقينا قدينا على التاجيل ديال هذا السوق هذا. راه كنطالبوا الله ينصر سيدنا يسرع لنا العمل في هذا السوق هذا. راه هاد الناس هادو راكم ما كانوش قالوا لي كاد المعقول كامل. انا اللي كنهضر معاك عندي 5 ديال الدراري، عندي الدراري في لاباك وعندي الدراري لتحت من لاباك الى اخره. الى مات هذا المصير ديالنا شنو غادي نديرو؟ واش غادي نخرجوا دوك الدراري؟ واش غادي نعذبوهم؟ هذا هو المغرب اللي كيقول لك قري ولادكم. كيفاش غادي يقريو هاد الناس ولادهم؟ كيفاش غايجيبوا لهم المعيشه ديالهم؟ كيفاش غياكلوهم؟ كيفاش غادي يجيب لهم ما ياكلوا وما يشربوا؟ اش من طريقه باش غايجيبوا هاد الناس الماكله لهاد الاولاد؟ راه سيدنا كيعرف الطريقه ديال المغاربه بانه هو بغاو يدخلوا سوق جواهم ويعيشوا كلشي ياكل ويتضامن بعضياتهم. واني هاد المدينه ديالي نزكان اللي حنا كنشوفوا المبادره ديال سيدنا بسواق اخرين بحال هو راه بحال القلعه بحال المناطق الاخرين. سيدنا الناس ديال تما راه عتاو الدروس فين يتمشوا. هاد الناس هادو ديال هاد المدينه هادي راه ما عندهمش الا الله تبارك وتعالى، واقفين وكيتسناو بالمعيشه ديال ربي تبارك وتعالى باش يعيشوا هاد الناس. راه تعياو هاد الناس من هاد طلعوا هبط طلعوا هبط عند سعاده العامل وسعاده القائد وسعاده الرئيس. كنطلبوا من الله تبارك وتعالى ينزل شويه هاد الرحمه بسعاده العامل يسرع علينا في هاد السوق هذا، بانه هو هاد الناس هادو راه تقهروا جميع. راه الناس راه كيطيح لهم الدموع ما عندهم ما ياكلوا. الناس راه معذبين. راه القائد الله يكون في العوان، الخليفه الله يكون في العوان، ها هو نقى البلاد. ولكن هاد الناس منين نقاهم كيصيفطهم لواحد البلاصه اللي ما فيها فين ياكلوا ويشربوا، كيقابلوا ديك السلعه كما قال الصديق ديالي الاولاني، كاين تما اللي كياكلها اللي هما القريديات. راه ما فيهم القانون. راه ولا الطوبات ولا الحشرات ولا الى اخره كيهضروا عليه الزملاء. يعني شكون هذا اللي غادي يدير الثقه يبعد عنا لهاد السوق هادي؟ راه الناس عياو. وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو هذا العام ديال هذا العام ديال مدينه زكان، يهديه الله تبارك وتعالى ويسرع علينا في هذا المشروع ويحل لنا هذا المشروع فين يعيشوا الناس، واخا يديو غير لقمه العيش لولادهم. الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. حسن الزايدي، رئيس جمعيه الاتفاق لبيع الخضر والفواكه بالتقسيط بمدينه زكان. كما كتسمعوا من المنخرطين ديال هذه الجمعيه هذه، انه المطلب الوحيد ديالهم هو التعجيل ديال فتح هذا السوق هذه، لانهم تحرموا من لقمه العيش، بما انه كاين الاخلاء ديال الملك العمومي، وانهم كانوا كيدوا القوت اليومي ديالهم في الشارع. اليوم اصبح الشارع ممنوع، واصبحت لقمه العيش صعيبه، اصبحت لقمه العيش صعيبه. ما الشارع ما بقاش فين يخدموا. الانسان كان كيخدم في الشارع كيدي واحد لقمه العيش، اليوم راه ما عندوش فين يدي لقمه العيش. الحل الوحيد وهو التعجيل ديال فتح هذا السوق هذا باش يدخل الانسان يدي لقمه العيش ديالو ويعيش. وحنا راه هذا السوق هذا راه كامل مكمول. حنا كنستغربوا لهذا السوق هذا علاش مسدود. لحد الان ما عندناش شي جواب علاش ان هذا السوق مسدود. السوق كامل مكمول، البحث داز، كلشي كامل. اللوائح تسلمنا، اللوائح ديالنا تسلمنا، كلشي كلشي داز. السوق راه كمل في الصيانه ديالو وكمل في كلشي وبقى مسدود. واش كاين شي جهه ربما اللي كتعطل الافتتاح ديال السوق؟ هادشي اشاعات كثيره، حنا صافي ما بقيناش فهمنا. ولاو كيقولوا لنا حتى انه السوق راه بيت تحيد. شي كيقول لك بيت تريب. هادشي هاد الاشاعات ولاو كيخلعونا. حنا كنتسناو السوق مده 7 سنوات، وهي هاد الجمعيه كاينه، وكنا بعدا كنستافدنا من العربات ديال المبادره. دزنا قدام اللجنه الاقليميه واللجنه المحليه وداز المشروع ديالنا وحلينا الكونت ديالنا في الخزينه العامه باش نخلصوا ديك 30% اللي كاينه ديال العربات. فاذا به كنتفاجئوا انه تحول المشروع ديالنا من البرنامج الافقي للبرنامج الوطني اللي هو هذا السوق هذا اللي مبني. وملي تبنى السوق وكلشي كنتفاجئوا كاين الناس تقصاو كاين الناس سميتو، وهكاك صبرنا وحنا بقينا كنطالبوا فقط بالتعجيل ديال الافتتاح ديال هذا السوق هذا. وعيب ان السوق يكون كامل في الصيانه وكامل في كلشي يبقى مسدود. والمطلب ديالنا الوحيد من السيد عامل عماله زكان ايت مليون اسماعيل ابو الحقوق، الله يجازيك بخير. حنا كنعرفوك واحد الرجل يعني واقعي، واحد الرجل يعني كيقوم بالقانون كما هو. الله يرحم لك الوالدين. الى ما عجلنا بالافتتاح ديال هذا السوق راه اكبر فئه متضرره، اكبر فئه متضرره في هذا الغرق ديال السوق هما الفئه اللي كتشوف. راه الفئه الهاشه، الفئه الهاشه من الجمعيات راه هي هذه اللي كتشوف. راه ما عندهمش القوت اليومي ديالهم. راه اقسم بالله الا كنضيبانو بعضياتنا، راه الناس راه كاين اللي ما عندوش ما يديش لولادو،
ووقفناو هذا الشارع اعوان السلطه، حنا راه بلغناهم قبل وقلنا لهم راه الناس راه متضررين وما عندوش ما عندهمش لقمه العيش، ما عندهمش باش يدي العشاء لولادو، قسما بالله ما كاينش اللي كاين هنا اللي ما عندوش باش يدي العشاء لولادو، كيشري السلعه كندخل لديك الحفره، ديك الحفره صبرنا فيها، ريحنا مع كنا ريحنا مع رئيس الدائره السابق وداروا معنا واحد الحل انه ندخلوا لهذيك كما كتسمى الحفره قرب سوق المتلاشيات وريحنا فيها حتى كملنا الفلوس ديالنا تما وصبرنا قلنا ليت ما يكون الحل، ملي دار الحل فايده به كنتفاجئوا هو مغلق. الله يجازيك بخير اسيد العامل، الى ما شوف من حالنا وحل هذا السوق هذا، حنا راه عينا راه والله العظيم الا عينا بالله، راه صافي ما بقاش عندنا الصبر، نفذ الصبر ديالنا راه تقاضى، وحنا راه كنستحيو اننا كاع نديرو شي حاجه ولا نبينو وجهنا كاع كنطالبو بشي حاجه، والله العظيم الا كنستحيو وما كنبغوش نحتكو مع السلطات المحليه، لان ابناء هذه المنطقه واللي معروف على السوسي انه كيحشم، اللي معروف على السوسي انه كيحشم باش يدير شي حاجه اللي هي كيحشم انه يحتك مع السلطه. الله يجازيكم بخير، الا ما عجلنا بالفتح ديال هذا السوق هذا، الله يرحم لكم الوالدين، راه حنا استحيينا والله الا استحيينا بهذ المطالب هذو، راه عينا منهم واستحيينا كاع، الله يرحم لكم الوالدين والله ينصر سيدنا. عيش الملك عيش الملك عيش الملك عيش الملك عيش الملك. راه السلام عليك تقرنا صافي تقرنا صبر تقاضى، الله يرحم الوالدين اللي ما حلوا لنا.